11 و12 و13 و14 في سفر اللاويين بيتكلموا عن المحرمات اللي ربنا حطها لشعب بني اسرائيل في المأكولات او الطعام او الحيوانات او طيور وما الى ذلك. هناخدهم بقدر الامكان بسرعه نفهم فيهم شويه حاجات. اصحاح 11 اللي هو خلال النهارده بيتكلم على الحيوانات الطاهره وغير الطاهره. اصحاح 12 بيتكلم على عدم الطهاره للامراه التي تلد. اصحاح 13 و14 بيتكلم على عدم الطهاره للانسان الابرص او البرص بصفه عامه. هنتكلم عن حتى البيوت في بيوت تدور بالبرص. اصحاح 15 بيتكلم على عدم الطهاره بسبب السيل من جسم الانسان الذي يخرج من جسم الانسان. قبل ما تبتدي الحكايه دي يا جماعه اقول لكم حاجه مهمه قوي. ان لما جه ربنا يؤمر نوح ان يدخل حيوانات ما قالوش في طاهر ولا في طاهر. فخد من ده كل شيء. لكن بعد كده ابتدى ربنا يقول لهم في حاجه طاهره وحاجه غير طاهره. الجديد في الولايه بتاعت كرنيليوس لو تفتكروها الرؤيه بتاعت كرنيليوس الولايه اللي كانت نازله جه يابا قال له في حاجات مش طاهره قال له ربنا قال لك عليه كل ما اعطاه الله يتكلم. طب ايه الهدف؟ تعددت الاراء. يعني في ناس قالوا يمكن احد الاسباب الاتيه. اول حاجه ان ربنا عايز يميز الشعب بتاعه اللي هو شعب بني اسرائيل والشعب القديم عن باقي الشعوب الوثنيه اللي كانت موجوده في الوقت دوت. تميزهم بعادات وعقائد ومحلل ومحرم. فاهمين الفكره؟ يعني لما انت وثني هتدخل تميز بان ما تاكلش من ده. كنوع من انواع التمييز. ده رايي من الاراء، انا ما بقولش هو ده رايي صحيح لكن ده رايي من الاراء. تاني حاجه ربنا عايز يقول لكم ان في حاجه نجسه من جوه ومن بره، يعني الاكل بس انا ما يهمنيش الاكل قوي انا يهمني الداخل. طب ليه دي؟ هقول لكم عليها وهنشرح الحاجات اللي هي دي المحرمه. تالت حاجه ان اغلب الشعوب اللي كانت موجوده في الوقت دوت كانت شعوب بتحرم بعض المأكولات او بعض الانواع. فالشعب بني اسرائيل بيحس ان هو اقل من الشعوب، احنا ما عندناش حاجه محرمه يبقى احنا يعني لا نقدر اي حاجه. فربما ربنا قال لهم لا هديكم برضه حاجات محلله وحاجات محرمه علشان تحسوا ان انتم مثلكم او مثل زيكم زي الشعوب. يعني مثلا المصريين كانوا يحرموا اكل الجمل والمجوس يحرموا اكل الارانب. فربنا قال لهم مفيش مانع ان احنا نخليكم تحرموا او حرم لكم حاجه معينه عشان ما تحسوش ان اقل ثقافه من الشعوب الاخرى اللي هي عندها محللات ومحرمات. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الحاجات المحلله والمحرمه. الاول في حاجات بريه، حيوانات بريه وحيوانات مائيه وحيوانات هوائيه هنشوفها ايه هي. دول تقريبا ثلاث انواع او اربع انواع هنشوفهم مع بعض. ثلاث انواع. لما هنيجي نشوف تقسيم ربنا للحيوانات ديت مش هنشوفها من الناحيه العلميه. يعني ايه؟ يعني مثلا الخفاش يحطوا مع الطيور لكن هو حيوان سموه حيوان الخفاش. بس ليه؟ بيطير. فحطه مع الحاجه مش الكاتيجوري بتاعي بتاعه العلمي، لا الكاتيجوري بتاعي بتاعه اللي هو بيتشاف بيه. يعني ربنا ركز على رؤيه الانسان للحاجه دي ايه؟ الجراد مثلا. حاجات زي كده بتقسمها مش تقسيم علمي. بس ربنا حطهم مع بعض عشان نصف الانسان للحيوان دوت او الطير ده ازاي.
تعالوا نشوف ناخد حته حته كده ونمشي مع بعض نشوف ايه المقصود بيها. طبعا مش فاكرين بس المره اللي فاتت كان مول اولاد مين؟ هارون. وكلم الرب موسى وهارون، يبقى هنا اتكلمنا مين؟ للقائد موسى وللكاهن ورئيس الكهنه هو هارون. قائلا لهما كلم بني اسرائيل قائلين هذه الحيوانات التي تاكلونها من جميع البهائم التي على الارض. كل ما شق ظرفا وقسمه ظرفين ويكتر من البهائم فانها فاياه تاكل. يعني حاجه ايه؟ مسموح به ايه بقى؟ كل حاجه مشقوقه الظرف. الظرف اللي هو ايه؟ الحافر. عارفين الحوافر بتاعت الحيوانات؟ بس يكون فيها شق طول بطول الايه الحافر نفسه. ايه اللي ظبط فيه؟ تقدر تاكلوه. وكل ما يكتر الاقتراب هنا اللي هو اعاده الطعام مره ثانيه. ازاي؟ بعض الحيوانات تاكل كميات كتير قوي لكن ما تقدرهاش. زي الجمل. ياكل كميات كتير قوي وبعد شويه يطلع جزء من الكميات ديت يعيد اكلها مره ثانيه. يسموها الحيوانات التي تقتر. خلاص؟ طبعا انتوا بتقولوا ايه الارض ده؟ بس هي معنى روحي. المعنى الروحي بتاعها؟ يقول لك زي الانسان. الانسان اللي ياخد كلمه ربنا كتير قوي لكن ما فهمهاش. بعد شويه يطلع الكلمه مره ثانيه يحاول ياكلها يطبخها زي ما قال داود وجدت كلمه بحب فاكل. والكلام دي تاكل ما تاكلش بس معناها انا اعيده مره ثانيه واحاول افكر فيه مره ثانيه. ده معنى روحي كان بيفكروا بيه طبعا يعني. طيب ليه ربنا اختار الحاجتين دول؟ ان هم ياكلوا الحيوانات مشقوقه الظرف والحيوانات المقتره. الاقتراب لكن مش قرب الظرف يقولوا الحافر بتاع الحيوان ده جزء ميت. جزء في الجسم ميت بالذات لما يكون مش قرب الظرف حاجه ميت. فيقول معناها انه بيشير الى ان الحيوان دوت ما يهتمش بالامور الجسديه يهتم اكتر. يعني الانسان بقى هو مطبق الانسان. الانسان يهتم بالامور الروحيه مش الامور الجسديه. الجسد ميت الى ثلاثه. طبعا الاباء لغايه دلوقتي بيحولوا اراء كتيره في الموضوع ده. في ناس يقولوا مثلا يعني ان الحيوانات ديت كان عندها ميل للسلام. اما الحيوانات التي عكسها يعني كان عندها ميل للانقضاض. يعني ايه الانقضاض؟ يعني مثلا الفقر ده من هنشوف من الحاجات المحرمه ده عنده ميل انه ياخد حاجه مش بتاعته. فربنا بيقول حتى الحيوان اللي هو يعني مش عايز يعيش في سلام ما تاكلوش. خلاص؟ طيب هنكمل ونشوف يقول هيفسرها ازاي؟ إلا هذه يعني حاجات ما تأكلهاش هذه فلا تأكلوها مما يقتر مما يشق الظرف الجمل لأنه يقتر لكنه لا يشق ظرفا فهو نجس لكم. يعني لازم الشرط اللي تأكلوه يكون فيه الصفتين دول إنه يقتر وإن هو إيه؟ مشق الظرف. طب الجمل الذي الجمل إيه؟ يقتر لكن إيه؟ مش مشق الظرف.
طب عايز تعمل ايه؟ يقول لك عايز اعمل الطاعه. يعني في حاجات محرمه في القران عشان تعلمه التسليم والطاعه وما الى ذلك. وهنشوف برضه معنى تغيير. والوبر، عارفين ايه هو الوبر؟ الوبر هو ايه؟ زي الارض بالظبط. الوبر اسمه ساعات الوبر. الوبر لانه يقترب لكنه لا يشك ظرفا فهو ناقص ايضا ايه؟ لكم. غير الوبر بيتكلم عن ايه؟ والاغلب ده نوع من يعني الوبر نوع من انواع الاغلب. والاغلب لانه يقترب لكنه لا يشك ظرفا فهو ناقص لكم. والخنزير تكون بقى محددها لانه يشك ظرفا ويقصده خنزير لكنه لا يقترب. خلاص؟ يعني في حاجات مش وقت الظرف، في حاجات اكتر فهو ايضا من الخنزير ناجس لكم. من لحمها لا تاكله وجثثها لا تلمسه انها ناجسه لكم. جثه يعني ماتت. تعالوا ناخد ايه؟ معلش انا عارف الموضوع مقلق شويه، متعب شويه. متعب ها؟ طيب. اليهود والمصريين ما ياكلوش اللحم. اللحم بسرعه، لحمة الجبل. كام يعني؟ المصريين كلها يبقى فرعنا يعني. ليه؟ يقول لك الجمل ده عنده نوع من في الصفات بتاعته، عنده نوع من الحقد وعنده نوع من القساوه. يعني الصفات ممكن يكون صح، انا ما اعرفش. انا ما اعرفش. هو التحليل اللي بيقول لك بس عارف الابراج كده، ولا مش عارف البرج العقرب ده بس مش عارف يعمل ايه. يقول لا يعني اصل بص اقول لك حاجه، احنا بنقول على الحصان ايه؟ بلاش نقول على الكلب ايه؟ مش عارف بيبان مش كده بيبان. القطه ايه؟ غدار. بيبان ما هو زمان كانوا بيدخلوا الدمع على السرير زي الكلب زي ماتش مثلا مش عارف. لا انا بقول يعني ده جد يعني انا بقول ده جد ده الكلب ده بيرفع السرير ده ده مفهوم يعني ده من عقل فيبان الحوار كان زمان يا جماعه زمان كان يعني بيتعاملوا مع حيوانات كتير قوي شغلهم الانقراع ما كانش في كمان واحد مهندس ودكتور ولا فيش حد كده كان كل شغله بلاش بلاش زمان انت مش دلوقتي عندك في الرحله ادخل شيء في جزيره سينا مثلا في وسط الجبال تلاقي واحده من الدنيا نار نار والارتفاع بتاعها 25 متر حاجه بس وماسكه ها زي زيبا مش عارف ايه ده 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 مسلسل بتحكي المسلسل. طيب الراجل يقول لك كان معاه عصايه على الست دي بتشوف لو في بس عصايه وما ينفعش كلمة حد ما سابش النقطة بتاعتها لكن تعرف تتعامل مع الحيوانات كويس. خلاص؟ طب انت كده عرفت الصفات بتاعت الحيوان فيكون فعلا عن الحيوان بتاع الولد ده انه كان قاسي انه كان دايما يعني عنده حس انتقام وابو الاثيم عشان كده ما كانوش ياكلوا اللحمه بتاعته. الخنزير ايه صفات الخنزير؟ الغنم ياكل اي حاجه مش كده؟ ياكل اي حاجه عشان كده اكتر حيوان بيتشس على اللحمه بتاعته هو الخنزير اللي بياكل الزباله. اصل هنا الزباله بتاعت امريكا عايز اقول لك على حاجه بس كمان يقولوا عليه ان هو شهوان
يعني من صفات الخنزير يحب العلاقات الجسديه. شهواني عن الشهوه الجسديه موجود سواء في الاكل او في العلاقه. وطبعا الخنزير ان هو لما يحب يكون جعان يدمر الذنب لغايه ما ياكل، ما يبطلش ذنب لغايه ما ياكل. فدي كلها صفات مش حلوه. فبعض الشعوب اللي بتشبه الخنزير. فاهمين؟ وربنا جه في العهد القديم قال لهم برضه ما تاكلوش خنزير، ده البلاكموس الى الشراهه. ياكل اي حاجه، عارفين الواحد تحطه قدامه مثلا بسله ياكل، دخلت بعد كده رز ياكل، دخلت مكرونه ياكل، دخلت فسيخ ياكل. بس مش حاضر اكمل. انا عايز اقول ان حتى انا نفسي برضه في بس عارف ان في حاجات تانية ناكل بس هي الفكرة كلها ان اي حاجة ناكلها مش هقدر بالعكس هنسيبك هنسيبك. عايز اقول ان بعض الحالات اللي عندها شراهه جسديه ربنا مش عايز يدينا الفكر دوت. هو طبعا يمكن ملهاش علاقه بموضوع الاكل، لكن ليها علاقه بان ما يعني مش عارف ما تتشبهش بالنوعيه دي تتبلاشى. يعني يعني خلي بالك انا منعتك عن الحاجات دي عشان انت انسان ما تبقاش واخد نفس الصفات. الحقيقه انا قعدت افكر فيها النهارده يمكن بتاع نص ساعه. يعني انا كنت شايف ان الشعوب ديت بتتعلم من الحيوانات. ما هي معناها كده؟ ان في صفات وحشه في الحيوان. انت بتقول ما تاكلوش دي عشان دي نجسه، سوري دي شرسه ودي كتاب انت مثلا بيقول لك التمس على كل حاجه. تقدر تمس على الطبيعه والشجر والهواء والسماء والحيوان والطير وي وي وي. تمس اللي اقدر استفيد منه او اخذ منه صفات لي. طيب يقول مثلا على الخنزير انه شديد المكر. عرفوها منين؟ الناس اللي بتربي خنازير. زي بالظبط لما يكون مثلا حد عنده ثلاث اربع او عنده كلبين وعنده واحد تاني عنده كلبين. فيقول لك الكلبين بتوع عندهم ذكاء خارق غير الاثنين. خنازير. ربنا قال لك شوف الصفات الوحشة دي كلها مش عايزها تنتهي ليك. أنا ما أعرفش طبيا الحقيقة، ما أقدرش أفهم وما أقدرش أفتي. هل طبيا لو في حيوان بالطريقة دي وأنا آكل لحمه يبقى أنا يعني اكتسبت حاجة من الحاجات بتاعته؟ ما أفتكرش. لكن مثلا على سبيل المثال لو قلنا إن حيوان الخنزير ده مثل لما انا قلت جزء كبير بقيت عندي فاتس كتيره في جسمي فقلت لك مش عارف بطل تاكل لحم الخنزير ده فيه فات. صح؟ خدتها منين؟ من الاكل. طب ودي اثر اكتر؟ ما كل انسان اللي هيزيد الفات في جسمه اكتر كل ما عنده ميول انه يخرج الطاقه اللي عنده دي لو ما خرجها بطريقه صح ما خرجها بطريقه صح.
لشيء نجس طبعا بالنسبة للعهد اللي هو كل اليهود. طب ليه؟ روحيا نفس القصة بيربط إلى يقترب دايما الموت، أي حاجة الموت تقترب من الخطية والخطر والعفونة والبر إلى ذلك. وطبعا يعني صحيا إن أي واحد يلبس حاجات زي كده يمكن يتعرض لبعض الإيه؟ الأمراض اللي هي تحمل الأمراض. تعال ندخل على الأحياء المائية من أول عدد 9. والذين تأكلونه من جميع ما في المياه كل ما لهم زعانف. فربنا عايز يوجه لنا الحاجة لأباء يعني المفسرين في كل بيربص إلى وصية النعمة أو عمل الروح القدس في الإنسان. إن طبعا في الإنسان القدرة على إنه يسبح في وسط العالم المليء بالأشرار أو الشرور، يعني يقدر يعيش يعني. ما نعم؟ يمشي نفسه، وفي نفس الوقت يبقى الحرش دوت يعني نوع من انواع الوقايه او نوع من انواع اللي بيدي الانسان حمايه اكثر. فيقول لك ان وسائط النعمه تدي الحاجتين دول. وسائط النعمه ناخدها بالروح القدس تدي الحاجتين دول. اول حاجه الانسان يستطيع ان يعيش في وسط العالم بالمشاكل الموجوده في العالم، هو ابن ربنا ومحمي. تاني حاجه في هذه الوسائط هو محمي بربنا يعني. حيز المياه فهو مكروه لكم. يعني كل الاسماك اللي لها زعانف ياكلوها، ليها قشور ياكلوها. يعني مثلا بياض قش البياض مش كده، ليه قشور؟ سبب البرودي مثلا مش عارف اسميها ايه، ليه قشور؟ في حاجات مالهاش قشور. ومكروه يكون لكم من لحمه تاكله وقصص تكرهون كل ما ليس له زعانف او شف المياه فهو مكروه لكم. أظن واضحة الأعداء دلوقتي حاجتين، حيوانات نجسة وحيوانات مقبولة أو طاهرة. في بلد أحياء مائية جوه البحر أو الأنهار مقبولة تقولوها اللي ليها زعانف. سليمة من مصر يعني بيكهرب، يعني لو كان سمك بيكهرب. لا مش بياكل وبيكهرب، لما تيجي تشوي ليا في سمك بيكهرب فعلا. بجد؟ دي في ان شاء الله في العزومه اللي جايه. خلاص؟ يعني يا رب فاتت على السمكه دي. يقول لك بس انا اصلا لازم امشيهم على الصراط المستقيم. اللي بقول عليه يمشي طاعه وتسليم وخوف ورعب وحب. بدي محبتنا مش فعلا محبتنا مش حاجات حاجه. وهي تكره نهم الطيور، ما دخل قال حاجه ايه؟ الطيور. ايه بقى؟ لا تؤكل انها مكروه. ايه بقى؟ النسر والانوق. هقول لكم ايه هو الحاجات دي دلوقتي. أنا لما لقيت إنها حاجات كتير أوي قلت هقعد الحاجات دي وأنا معنديش وقت أكتب وأنجز، فاتصورت الجزء ده وجابوا لكم الأيباد عشان برضه يبقى سهل الدنيا شوية. طيب إيه بقى الطيور دي؟ يقول كده طبعا الناس دول عارفين، الناس دول أقوى الطيور اللي جايه.
ويسموه مجازا يعني ملك الطيور. ملك الطيور. ايه مواصفات الحمار؟ بيطير بسرعه وعلى ارتفاع وبنظره حاد جدا يقدر يربط الفريسه بتاعته بسرعه. وبيتغذى على مش حاجه حلوه، بيتغذى على كل من الحاجه اللي هي بتطلعها من الطيور والحيوانات. ويقول لك بيقدر يخطف حتى لو خطف خروف كامل. اه الناس اللي ويحمر كتير، يعيش كتير الناس. طب بس مسموح ده الكتاب المقدس بطريقه جميله. تقول ده الولاد دي كان بس شبابك. يبقى دي فكره حلوه. يعني ما بيبقاش لا. مثلا دي طبعا ده الناس الشباب موجوده في مزمور 103. لكن هو ربنا يقصد بيها ان الناس في تعامله مع الغير تعامل صعب. انا مش عايز اتعامل بالطريقه دي. بيقول انا يعني خلي بالك في حاجات ربنا قال لك انت ما تاكلهاش علشان ما تتعبيش من الصفات دي، مش معناها انك تبني الصفات الوراثيه اللي باكل الحاجات دي لا، بس انا بقول لك الخنزير ده فيه صفات واحد اثنين ثلاثه اربعه ما تاكلش منه علشان ما بقاش يعني فكر الموضوع ده في ذهنك انك تبقى شايف وانك تبقى عندك انياب وهكذا. لكن في حاجات ربنا بيديها مثلا زي النسبة للتعامل بينه وبين الاخر. اصل الناس ده يعني عالي ويرتفع وفي حاجات جميله قوي وسماوي يقول عليها سلام كتير في السماء. وحاد البصر ساعات تستخدم الناس تقول لك ايه خليك زي الناس تقول حاد البصر عندك بصيره حاده تقدر تميز بين الخير والشر. لكن في تعاملك مع الاخر ما تبقاش زي النسر. ما تبقاش تنقطع عن اللي قدامك بالطريقه دي. ما تهجمش عليه بالكلام، ما تهجمش عليه باي شكل كان. طيب ايه الانوك ده بقى؟ تاني حاجه الانوك ده نوع من انواع النسور، هو اسمه كده انوك. بيسموه العقاب الكاسر، سموه كده العقاب الكاسر. ويسموه ابو لحية. لانه الناس نفسه دي حته دقه صغيره، الانور ده يعني الناس اللي نزل عادي، والانور ده ممكن تكون حاجات مش موجوده دلوقتي، لكن كان مجوز من ليها لحيه صغيره بيسموها ابو لحيه. كان عنده ريش اسود كان تحت دقه. ده من الطيور الكاسر يعني ايه؟ يعني نسر ينزل ياخد الفريسه وياخدها يخبطها في اقرب صخره فتتكسر تبقى ياكل. غير الناس اللي بياكل الفريسه بتاعته على طول. ده نوع من انواع الطيور الكاسر. طب ليه برضه انا مش عايز يبقى عندك العنف ده؟ انت مش هتاخدها من صفاته، لكن انا بقول لك حبيبي انا خلقتها بالطريقه. ما واحد يقول لك ده ربنا خلقها ليه؟ ما هي ليها بصير ممكن تتعامل نقول عليه ده طير سماوي. طب يطير لاعلى ثمرات النس ده؟ محدش يعرف يطير اعلى منه. يعني رمز للسمع لكن فيما هو له صفات جميله ساعات بيستخدم الصفات اللي ربنا مديها ليه بطريقه خاطئه. زي بالظبط الانسان، ربنا خلق الانسان على سلطه مثال يعني متجرد ونقي، لكن الانسان بيشوه الصوره ديت بخطيئته. هي طبعا سوره الله المقصود بها. بعد كده ادت العقاب اسمه كده. العقاب ده طائر كاسر زي ما قلت لكم زي بالظبط الانوق، لكن بيميل الى اكل السمك. ينزل زي الناس كده ينزل يشوف سمكه. عارفين الحكايه شفتها قبل كده؟ انا شفتها. يعني ينزل طاير دي ده ماشي قرب البحر او البحيره او بتاع او يشوف سمكه بتنط كده يقدر ينزل بالمنقار بتاعه لغايه تحت يلقط السمكه. اكل السمك. ياكلها حيه. ياكلها حيه طبعا. الحدايه. عارفين الحدايه طبعا. ده طير بيشبه النسر برضه لكنه اصغر من النسر شويه، لونه اسود. ليها من حد سودا وجسمه كله اسود. ساعات يبقى فيه لون تاني غير اللون ده.
يلبسوا تاني مقط بدونهم بدون تاني او جزء من بدون تاني. ويقول عن ايه دايما استطيع ان تقف في الجو، يعني تقف في الجو كده. عارفين الطياره بيقول لك الطياره قدام المطار مش قادر ينزل، تعمل ايه؟ لا تقف في الجو يعني، او يعني تقريبا وقف في المحركات فتره في الجو. يا عم تنزل خلاص المطار مش قادر ينزل، ما كانش امر بالنزول. اهل الهدايه عندها الحكايه دي انها تقدر تقف في الجو وهي باسطه الجناحات بتاعتها عشانها مراقبه الفريسه بتاعتها. اول ما تشوفها تقدر ان هي تتغذى بالفريسه تقدر تتغذى. لكن كمان الحدايه من صفاتها السيئه انها تاكل كل ما هو ميت. يعني يمكن اللي قبل العقاب او النوق او ياكل الحاجه اللي حيه. ده تتغذى يسمع على الجيف، يعني حاجه دايسه، حاجه بايظه تقدر تاكلها بالحداده. النوع اللي برضه ممنوع، ده كل ده كان موجود عندكم، شايفين الكلام ده كله موجود ولا لا؟ في الايه موجود ولا مش موجود؟ الاسماء. في حاجه بعد كده اسمه الباشق على الناس. الباشق ده برضه من طيور الجريحه، لا هو نسر ولا هو صقر، لكن شبيه شويه بالايه؟ بالحداده. معروف ان هو بيصرخ ويصيح الباشق دوت. برضه حد البصر، وده مذكور في سفر ايوب لما قال سبيل من يعرفه كاسر ولم تبصره عين باشق. موجود في ايوب 28. خلاص يا جماعه؟ ايوب 28 هتلاقوا فيها الايه دي بالظبط. سبيل لم يعرفه كاسر ولم تبصره عين باشق. يعني مسطورة بها سبيل لم يروا حتى الايه؟ البشق اللي عنده حده البصر. وطبعا واضح ان عنده انواع مختلفه عشان كده بيقول البشق على اجناسه، يعني عنده حاجات كتير. كل غراب وكل اجناس، غراب ممنوع تاكله، وكل اجناسه يعني كل الصفات الافصايل بتاعته او الانواع بتاعته. الغراب معروف ان هو بيخطف وصوته وحش قوي، عندهم هنا غراب كتير قوي بالذات المنطقه دي. كل مناطق تيجي نعزل شاي بياكل كل حاجه من صدفه، حتى طبعا الكنامه. مغرم ان يقور عين الفريسه بتاعته. عارفين الحكايه دي؟ الغرام مغرم بانه بيقور عين الفريسه بتاعته، يعني اول حاجه ياكلها العين. نزل على لسه الشمال وكده عينه في الفيلم. مش يعني احنا قاعدين ابو صوت دي كانت متدربة مع القناصة اللي كانوا 25 متر وضربوا عينها على طول. دي من صفاتها اللي هو من صفات الغراب. في طبعا منهم الاسود والاسود المنقط وحاجات كتير قوي. النعامة. النعامة ما كلهاش ليه؟ هي اكبر النعامة دي اكبر طيور حجم من ناحية الايه؟ الحجم. بيبلغ ارتفاعها حوالي 2.5 وبيبلغ وزنها حوالي 75 كيلو جرام. طب ليه بقى؟ ايه صفات النعامه؟ يقول لك عندها نوع من الرعونه. عارفين يعني الرعونه؟ مش عارفين يعني الرعونه؟ يعني ايه الرعونه بالعربي؟ يقول لك واحد ارعى، ارعى يعني مطشور، يعني مش رزين. تمام؟ تعرفش؟ انا مش هقول الجديد ولا احمر برضه. لا مش احمر. يقول لك ارعى، يعني الانسان ده يقول لك الانسان ده ارعى، يعني ايه؟ مطشور، بياخد قرارات سريعه، مش راسي كده. فهي عندها تلاقي النعامه كده مش متزنه، يعني عندها نوع من الاهتزاز. وكمان يقول انها مش حنينه، عندها نوع من الجزاء.
صدقوني الموضوع ده غريب يعني. بدون ما عملش حاجه جديده. الطفل الضرة بص عليه. هي النعامة بص عليه. انا قلت كل الحيوانات دي صفات حلوه ماشي. هي الحيوان الوحيد اللي كانها بص على البيضة بتاعتها انها تنزل بس تطلع نعامة صغيرة. لكن بعد كده نعامة نفسها مش حلينة يعني. زي ما تقول ايه ده بس تطلع ايه كله حكمها كان حيات. حاجة تقدر وتعمل وتبهدل وتكررها ويسمى لكن فيها صفة الحكمة. ايه الحاجة الروحية يعني ورا الموضوع بتاع البيضة بتاع النعامة؟ ان المسيح عينه عليك. شوف المقالة هنا. المسيح عينه عليك. أولاد احنا أولاد. خلاص يا جماعة خلينا نشوف النعامة في صفاتها الوحشة اللي ربنا قال ما تاكلوش من النعامة إنها عندها رغبة يعني مش بس وعندها فهم ما عندهاش حب ما عندهاش حنان وعايز إن عندنا الصفتين دول عندنا حب عندنا حنان. طيب يبقى دي مجموعة برضه من الأكل. حاجة اسمه الظليم. الظليم. ده الظليم هو الذكر بتاع النعامة، النعامة دي أنثى. يبقى الذكر بتاع الإيه؟ النعامة. هو أكبر شوية من الأنثى حجم وأحسن شكل، تخيل. دول صفاته إن الذكر بتاع النعامة في الجمال أبدا من الأنثى. عرفوها إزاي أكيد برضه؟ تقضوها مع السرير. في حاجة اسمه السقف. سين ألف لام ف، مش السقف سين قاف، السقف بتاع الكلام. السقف ده بيدل على غرب البحر. ليه بقى؟ طائر بحري ليه جناحين طوال، ظهره وجناحه ودرسه أبيض. أبيض على رمادي كده ورجليه ليك كفين. ده برضه يلتقط على الأسماك، يعني ياكل الأسماك الطافية على المية وعلى الحشرات ياكلها وعلى الجيف، فواضح إن هو برضه من حاجة الناس. الباز على أجناسه. الباز بيسموه باز برضه من بنشوف الجوارح أو الجارحة. بيقولوا عليه من أنواع الصقر. عنده حاجة غير بقى في البيت الخلق، يعني خلق طيب. تجيب كده نفسه بسرعة في البيت، يقول لك ما تاكلش حاجة تخليك متنفس كده. تبقى في كل حاجة فيها صفات وحشة، ربنا بيقول حطها لنا عشان خاطر إيه؟ ما تنقرضوا؟ بس إحنا ما انقرضناش أحسن. طيب عشان نخلص بسرعة بحب صغيرة. الغواص ده بيسموه الغطاس في بعض الأحيان، ده طير أسود بحجم غراب بيغوص تحت المية أحيانا عشان يصطاد الإيه؟ السمك. الكوركي. كوركي بيقول عليه عامل زي الجزء لونه رمادي وفي خدين نقط سودا معروف كده. رجليه طويلتين وديله قصير. عنده نية إنه يصيح في الليل ويزعج اللي حواليه. يعني مش مزعجين، يعني ما تبقاش ناس إيه مزعجة. الصياح بتاعه صوت عنده صوت البوم. فبيدي نوع من التشاؤم، عارفين البوم كان مقلق، بيدي نوع من التشاؤم للإنسان. فيعني برضه ما بقاش عندكم صفة الإيه؟ التشاؤم. البدع. البدع ده طائر كبير، أنا بقول لك أصل دول البدع ده ما تفهمش خالص. لأنه فيها أسباب كتير أوي، يعني حاجات كتير أوي. يعني مثلا في بدع أنا هخلص البدع، وفي القرقة القرقة اللي بعديه. برضه طائر عامل زي البدع بالظبط. في الرخم ده نسر طبعا. القرق ده من الطيور الرحالة، يعني بيطير من مكان لمكان بسرعة على حسب المواسم، برضه دي صفات وحشة
يعني ابتدي اسال محمد فور ترامب عشان البغبغان على اجناسه. البغبغان طبعا من ضمن الحاجات المعروفه عنه انه بيقلد فبرضه ما عندوش ما قلدش يعني ما فيش حد تقول انا عايز اجيب بيت زي فلان مثلا عنده بيت كبير يعني ما قلدش يعني مش لازم تسوق العربية كده يعني. الهدهد طب ده الهدهد جميل مش كده صوت حلو الهدهد ده الهدهد ده طير صغير جميل الشكل مخطط ليه من ارض وليه متين مشكلته ان هو بيأكل الحشرات الموجودة في الجدار بتاع يعني لو جيت مثلا كيسة كده وتلاقوا حشرات موجودة على جدار الكنيسة ممكن هو يقعد يتسلم عليها لكن تخيلوا الهدهد جدا من حاجات طبعا من ايه؟ انه يحب يعيش في بيوت يعملها من الزبل عشان الزبل. شوفوا الهدهد شكله حلو وصوته حلو لكن عايز يحب يعيش في ايه؟ الخفاش طبعا معروف اللي هو البطاط يعني مثلا الطيور اللي هي عاملها اجازات الوحش. كفايه كده الساعة 9 انا ممكن اصور لكم ده نقدر نصور ايه؟ في شرح بتاع الاسنان بس يعني هو مش في شرح المصحف لكن في شرح الاسنان اسم المصحف بتاعته حلو قوي خلاص؟ ممكن تشوف لي حاضر النهارده ممكن تصور لي بعد كده دول كل عيلة يعني واحد يوم السبت الجاي